لقاءنا مع الدكتور الرئيس اول شيء عزيناه بالشهيد حسام حسن اللي بعد اختصار كبير للمنظومه الامنيه تبعنا. الشغله الثانيه اللي شفنا اليوم الحالي اللي مر فيها لبنان والاحداث اللي شفناها الاسبوع الماضي. بهالمرحله بالمنطقه مر فيها يجب المحافظه على مؤسساتنا ولا يمكن القبول باي فراغ. وخاصه انه اليوم اذا كان بعدم الحوار الموجود بين الاطراف السياسيه بلبنان المفروض انه يروحوا على طرق الحوار. صحيح انها منا دستوريه بس هي الوسيله الوحيده اليوم اللي فينا نجيب كل الاطراف ليقعدوا على الطاوله ويبحثوا فيها. وعلى اساسها اذا كان في عمليه تعديل او تغيير يجب ان يكون ضمن التوافق مثل ما طرح فخامه الرئيس، مش انه بالاخر عمليه الشارع واسقاطها. من هون نحن شفنا بنشد على ايده لدوله الرئيس لانه ما في شك كل شيء عمل وقت اكثر من الحكومه لا يمكن ان واحد يقول في نقص بعمليه حافظ على كل الوضع الراهن اللي كنا فيه ان كان المنظومه الامنيه ولا كانت المنظومه المصرفيه ولا تشريع المحكمه الدوليه، لكن بالنتيجه الرئيس المئاتي عمل كل شيء مطلوب لحمايه دوله لبنان. واكثر من هيك المواقف اللي عم ياخذها فخامه الرئيس بالتوافق مع الحكومه بعتقد انها مده طويله ما شفناها بلبنان بهالمواقف المتقدمه لحمايه لبنان وصونه انه يكون بالاخر متكامل متماسك مش بالشكل اللي اليوم في الهجمه عليها فيها. من هون نحن بنتمنى على كل الاطراف السياسيه انه بدل ما يكون في مطالب شخصيه بعمليه التغيير يحطوا ايدهم بين بعضنا لانه لبنان مر بمرحله صعبه وهالكم شهر الجايين رح يكونوا مفصليه وان شاء الله نقدر نحافظ على بلدنا بلا ما ننشر للاتون اللي مارين فيه. شكرا.